يرتقب أن ينتعش سوق العقار بعد إدراج تدابير تحفيزية لقطاع السكن في قانون المالية 2021، وذلك بهدف تيسير حصول الفئات الاجتماعية المختلفة على السكن من جهة وتعزيز دينامية السوق العقارية من جهة أخرى. في حوار مع أنفاس بريس، عبدالطيف ييغو رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب يقربنا من وضعية سوق العقار إلى جانب محاور أخرى. كيفاش كتشوفوا الوضعية الراهنة ديال السوق العقاري وكيف ساهمت الإجراءات في قانون المالية في تحفيز السوق العقاري؟ اليوم هذه يعني مرحلة، دزنا واحد المرحلة اللي هي مرحلة انتقالية من 2020 2021. اليوم حنا اليوم 3 فبراير 2021. الوضعية كما اللي يخفى عليكم كانت وضعية اللي كانت وضعية صعيبة، يعني على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي من تأثير ديال هذه الجائحة ديال كوفيد 19، والمهنة ديال التوثيق كجميع المهن اللي كتأدي واحد الواجب اللي هو الواجب اللي هو خاص بالرسمي ديال العقود والامن وتحقيق الامن التعاقدي بين الاطراف. ف اليوم الحمد لله كنلاحظوا بانه كاين واحد يعني واحد النمو بالنسبه للعقار وبالنسبه للمعاملات العقاريه اليوم، بينما في 2020 عشنا مرحلة اللي هي صعبة اللي مرنا بها، لأن أنا والمهنة ديال التوثيق بقوا خدامين، يعني ما تم الإقفال ديال المكاتب ديال الموثقين إلا اضطرارا، إلا فاش تخذ يعني ذاك الحجر الصحي، يعني خلال تقريبا واحد تظن أنه الإقفال ديال المكاتب ديالنا تقريبا واحد 23 يوم اللي تم الإقفال ديالها، ولكن هذا ما كيمنعش بأننا بقينا خدامين عن بعد، يعني لأن كاين المصالح ديال الناس، كاين الأموال ديال كاين ودائع ديال الناس، كخص يعني معاملات بنكية اللي هي ضرورية، خاصة وأنه فهذه اللحظة ديال الحجر الصحي، أن واحد العدد ديال الشركات ديال المقاولين ديال الأشخاص ذاتيين أشخاص معنويين اضطروا أنهم يلتجؤوا إلى القروض البنكية. وكما يخفى عليكم بانه المرور على القروض العقاريه لا تضمن هناك من ضمانات عينيه، فالموثقين استدوا هذه الخدمه في هذه المرحله، هذه ضروري لانه من اجل انعاش الاقتصاد الوطني كان ضروري بانه الموثقين كذلك حتى هما انه يضحيوا في هذه المرحله اللي كانت صعيبه انه يخدموا، لان تضطر باش انك كتب من الموثقين باش انهم جاوا دخلوا للمكاتب ديالهم وخدموا عن بعد باش انهم يستوا هذه الخدمه. ابتداء تقريبا من الشهر ديال تقريبا ماي بدات نوعا ما بدينا كنلاحظوا بانه كاين واحد النوع ديال واحد التغيير في الاقتصاد الوطني، وواحد النوع ديال كذلك ديال الرجوع الى الامور الى ما كانت عليها تقريبا، وبدينا هذا الشيء تدريجيا كنلاحظوه خلال يعني الاشهر كلها، ومن خلالها كهيئه وطنيه للموثقين طالبنا باش انه تكون واحد يدخل واحد العدد ديال التعديلات على القانون ديال الماليه اللي كان في شهر يونيو 2020، ومنها واحد التحليزات اللي خاصها تكون على الصعيد الوطني، على الصعيد الاقتصاد الوطني، وخاصه على الصعيد ديال العقار والمنعش العقاري اللي تقريبا كيخدموا تقريبا مليون ديال الاشخاص اللي كيخدموا في المغرب. فطلبنا بمعيه مع المنعش العقاريين والمهندسين الطبوغرافيين والمهندسين المعماريين، طلبنا ان وزاره الماليه باش انها تدخل واحد العدد ديال التعديلات على القانون الماليه لاستجابه لهاد الظروف الصعبه اللي كتعيشها البلاد، ومنها تحفيزات للمواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود بخصوص يعني السكن الاجتماعي والسكن الاقتصادي، وكذلك واحد الطبقة اللي هي معينة في واحد الحدود اللي هو معين باش انها كذلك تكون واحد التخفيضات باش انها تكون كمحفز لواحد الدينامية بالنسبة للسوق السوق السوق العقاري. والحمد لله الحكومة والبرلمان استجبوا لهذا الطلب وتخط بعين الاعتبار في الميزانية ديال 2000 المصححة ديال 2020، واللي استمرت من تقريبا من شهر يونيو إلى غاية 31 ديسمبر 2020، واللي راه كيبان على الصعيد الوطني بأن عطت المفعول ديالها الحمد لله، أن استطعنا
في هذه المرحلة أنه تقريبا نرجعوا تقريبا بعد ما كان يعني الرقم ديال المعاملات انخفض تقريبا بواحد 70% خلال الفترة ديال الحجر، رجعنا تقريبا قلصنا تقريبا لواحد 20%. الحمد لله من ملي جات الشهر ديال نوفمبر تقريبا تقلص عاوتاني كذلك بواحد 10%، يعني بقات واحد 15% اللي بقات ما بين الفرق، يعني انه هاد التحفيزات ان شاء الله هاد التحفيزات مكنوا من يعني استدراك هذيك الفترة اللي كانت ديال مارس، ديال قول فيفري مارس افريل ماي اللي كانت فيه تقريبا يعني الحركه جامده، يعني تقريبا كنا الناس اللي معانا العلاوه الكثير والناس اللي فقدوا المناصب ديالهم، كاين واحد العدد ديال المكاتب ديال المتقين اللي سدات، نقولها بكل صراحه لانه اضطرينا في هذه المرحله باش اننا نديروا حتى الدعم ديال بعض المتقين. فملي جات الماليه كذلك طلبنا عاوتاني من جديد باش ان هذوك التحفيزات الجبائيه وخاصه التسجيل والمحافظه العقاريه يعني ديال باش انها تستمر الى غايه 31 ديسمبر 2021. فالحكومه استجبت كذلك لهذا الطلب وتم التمديد ديال المقتضيات القانونيه اللي اذكر بها بانه بالنسبه للسكن الاقتصادي والسكن الاجتماعي فعنده الاعفاء التام من واجبات التسجيل، وكذلك يعني التخفيض ديال 50% بالنسبه للواجبات ديال التسجيل بالنسبه للسكن اللي هو معدل السكن، يعني العقار اللي كيتقتنوا بمعدل السكن، وكذلك العقار اللي هو مخصص للبناء السكن في حدود ديال 4 مليون ديال الدرهم، انه كيستافد كذلك من التخفيض ديال 50%. فالحكومه استجبت لهذا الطلب ومدته حتى 30 يونيو 2021. واليوم راه حنا كنشوفوا ان شاء الله بانه غادي يكون واحد يعني غادي يكون كمحفز لهذه المرحله هذه كذلك باش انهم تخطوا المرحله ديال الازمه ونخرجوا من الازمه. ما هي ملاحظتكم الاستاذ يكو بخصوص السعر المرجعي للعقار؟ بالرجوع الى الاثمنه اللي متداوله، فكتعرف ان الاثمنه كتخضع للثمن ديال العرض والطلب في السوق، وكان يعني كانت واحد المعاناه من الاثمنه اللي كانت كتحدد يعني بطريقه انفراديه، يعني بالرجوع الى يعني عقود هي سابقه ذاك خاصه بما يخص الضريب على الارباح العقاريه اللي كانت خلق واحد المشكل كبير بالنسبه للمواطنين اللي كيجيو كيديروا التصريحات الضريبيه ديالهم، خاصه في مجال التصحيح ديال التصريح الضريبي بخصوص الدخل على الارباح العقاريه. فكان دائما الهيئه الوطنيه للمتقين كتطالب باش انه يكون واحد الثمن اللي هو مرجعي، يكون واحد الثمن مرجعي اللي يمكن يتعتمد عليه اولا الشخص اللي بغى يفوت واحد العقار يمكن يرجع ليه كثمن مرجعي باش انه يعرف شنو الثمن اللي غادي يحدد في العقد ديالو، وهذا من جهه. ثانيا كذلك لمحاربه كذلك هذاك التهرب الضريبي اللي يمكن ان بعض الاشخاص انهم كيدرقوا يعني واحد النوع ديال الثمن ما يعرف في الدارجه بالنوار. فالإدارة العامة للضرائب قامت بوضع هذا الثمن المرجعي باش انه هذا الثمن المرجعي اللي هو كيلزم فقط الإدارة، كيلزمش المواطن، ولكن ملي كنشوف في الواقع ما كانش عنده واحد الصدى اللي هو طيب، هذاك الصدى الطيب اللي كان كيتوخاه المتقين كهيئة وكيتوخى كذلك المواطنين انه يعطي هذاك الاكل ديالو، ما عطاش الاكل ديالو. علاش؟ لانه الثمن المرجعي قار، هذاك الثمن المرجعي ما كيستندش على واحد الطلب وعلى الثمن ديال الطلب والعرض، فبقى قار، فولا هو
كيشكل عائق على 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 المعاملات على المعاملات العقاريه، لان كاين واحد الاشخاص اللي كتبغي يبيع بواحد الثمن، كتجي انت كتلقى في هذاك الثمن المرجعي كتلقى في واحد المنطقه اللي هي معينه كتلقى في هذاك الثمن اكثر، هذاك الثمن المرجعي اللي ديالك اكثر من الثمن اللي هو غادي اللي هو كاين في اللي هو كاين في الواقع، فولا عائق. فهادشي علاش طلبنا انه في هذه المرحله اولا ديال 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 الحجر الصحي باش انه يتوقف، انه يتوقف. وكنشكر الاداره الضريبيه انه استجبت لهذا الطلب ورجعته، وكنطلبوا باش انه الا كان الا كان من بعد انها كتخمم باش انها تعاود ترجع الثمن المرجعي، فخاصه لابد يستجب لذوك المعايير، واحد المعايير اللي هي موضوعيه، معايير اللي هي ديال السوق ديال الطلب والطلب العرض، ويكون دائما كيتغير يتغير على الاقل مثلا واحد شهور يكون باش يستجب باش يكون عند واحد الارتباط وطيد مع المعاملات العقاريه، ويسدي داك الخدمه اللي خاصها لان الا طلع الثمن خاص يطلع، ولا هبط الثمن خاص ديال السوق خاصو كذلك يهبط، ولكن الا بقى قار راه كيضر اكثر الاقتصاد وكيضر اكثر المواطنين. كيف ستساهم الرقمنه في تقليص جال دراسات ملفات التمويل اللي عنده ارتباط وطيد كذلك بالمعاملات المعاملات الاقتصاديه بصفه عامه والمعاملات العقاريه بصفه خاصه، لانه التمويل هو الاساس ديال الدوره الاقتصاديه ولا بد يكون بواحد السرعه في الاداء ديال هاد الدور اللي هو محوري بالنسبه للابنك بالنسبه للمقاوله بصفه عامه. ف بعد ما يعني هذه تقريبا من ظهور ديال الظهير ديال 2002 قناه ديال 2018 يعني لاحظنا بانه كانت واحد اعاده ديال الهيكله ديال العلاقات مع الابنك بخصوص التمويل البنكي، ولاحظنا بانه يعني ولات يعني واحد المسار اللي هي ثقيله، لان كتولي فهمتي اخذ ورد بالنسبه باش انك توصل لواحد، لان واخا الابنك كتكون مثلا السرعه ديالها في القبول ديال ذاك مثلا السلف البنكي، الا انه كاين اجراءات اداريه هي كتجي مواكبه، واللي كيمكن تاخذ بعض المرات شهر ونص باش يمكن هذا السيد يتوقع على ذاك العقد النهائي ديال السلف، واللي هو عنده ارتباط كذلك بالبيع، لانه دابا كتمكن عقود اللي هي مزدوجه اللي كتكون كتشمل كذلك العقد ديال التفويت وعقد السلف، وكاين اللي كيكون في عقد ديال التفويت بوحدو وعقد ديال السلف بوحدو. فارتئينا بانه احسن طريقه اليوم، راه حنا دابا في مرحله ديال التبادل الالكتروني بينه وبين مختلف الابناك بخصوص يعني هاد السلفات البنكيه، وبغينا حنا انه نرقوا بهذه المساله باش انه نمدوا يعني هذيك المده نخفضوها، هذه المده اللي كتستغرق مثلا شهر بغينا يعني نخفضها تكون مثلا اسبوع مثلا، ان الانسان يمكن يوقع العقد ديالو، وهذا عبر الرقمنه ديال العلاقه بيننا وبين بين بين الابنك. حنا راه في صدد يعني في هذه المنصه ديال توثيق، حنا في صدد ديال تطوير هذه المنصه باش انها يولي عندها واحد الربط مع مختلف الابنك المغربيه فهمتي، اللي كتمكن باش انه نوصلوا كذلك التوقيع الالكتروني ديال العقود بيننا وبين مختلف الابناك، وهذا في الصراحه غادي يكون واحد الربح مهم بالنسبه للاقتصاد الوطني بصفه عامه، وغادي يكون كذلك الربح بالنسبه للمواطنين، لانه غادي تقلص ديك المده ديال السلفات، لانه مهم، لان كتعرف المجال المالي الوقت هو الذهب، اذا ضروري انه غادي ان شاء الله باش نسعوا باش ان باش يعني ننجحوا هذه العمليه. حنا دابا وصلنا مع بعض الابناك اللي هي في هنا في المغرب، لان كان خدامين معاهم باش انه يتم الربط ديال المنصه ديالنا مع المنصه ديالهم، وبدا فيها التبادل باش ان ذاك المواطن ما يبقاش مثلا تنقل مثلا للبنكه، تنقل ديك المعاملات كلها دوز مرقمنه، وان شاء الله مع دابا مع كاين الرقمنه كذلك مع الوكاله الوطنيه للمحافظه العقاريه والاداره العامه للضرائب، اذا غادي يكون تقريبا جميع الاجراءات غيتسموا عبر الرقمنه دون انتقال الى الاداره ودون انتقال الى الابناك.